سعيدة وحاتم يركض يلعبوا موبايل. هي نقوم نلعب بس بشرط بدون حنق. انا ما بغمضش، يلا انتي غمضي يا رنا، انتي صاحبة الفكرة، انتي بدأي بالغماض. العبوا برا بالحوش، لا تلعبوش هنا. امي بتصيح فوقنا لو خرجنا يا جدو، بنلعب هنا بس ولا يهمك، ما نعملش اي ربشة. يلا قوموا انا بغمض. يلا يا رنا، شفتك فتحتي عيونك. لا يا رنا، الغش حرام، متعة اللعبة انك تجلسي تدوري لهم. يلا دوري يا بنتي. أبيض الدو دورت بكل مكان ما حصلتهمش. أبيض الدو ساعدني. مستحيل، يلا دوري دوري. طيب يا جدو لو سمحت ارفع رجولك بدور تحتك. لم تلاقينا، باي. فينكم؟ أنا بحصلكم. بتشوفنا الآن. اظهروا وبانوا. حصلتك يا حاتم، تم حاتم. طيب فكيلي، مالك تسحبينا؟ فكيلي. والله ما فكلت، بس حبك وطحت فوق الميز، لا تهرب علي. فكيلي، سحبتي شعري يا مجنونة، شعري خرج بيداتك، فكيلي. خلاص يا رنا، يلا فكي شعره. يلا الآن دوري لسارة. يلا يا جدو خلاص، وراح ادور لسارة ما دام انك انت شاهد. بعدكم يتخبى مرة ثانية ده حناء. سارة فينك يا سارة؟ دورت لك في البيت كله ما حصلتكش. سارة بنتي، يا سارة فين رحتي؟ لنا ساعة ندور لك. لا حول ولا قوة إلا بالله، فين اختفت البنت؟ ادخل يا ابني تحت القعادة، يمكن تحت مخباية. ما فيش حد تحت القاعدة يا جدو. أنا قد دورت مرتين تحت القاعدة، ما هي
سارة. يا رب سترك، ما هلش بأي مكان، تقولوا نبلغ الشرطة؟ يما عرفت جاي من الشرطة. اصبر اصبر يا جدو، باقي مكان خير من دور بوش، بدور ليش داخل الكبك. الكبك؟ وش يدخلها داخل الكبك؟ والله لحبنا بلعنا العصاية لو حصلتنا بالكبك. أهم شي نلاقيها الآن يا جدو، بأي مكان أهم شي نلاقيها وتكون بخير. هيا يا حاتم بندور لها داخل الكبك، لو حصلناها بنهربها، بقول لك هربيتها بسرعة قبل ما يجي جدو. والله صدق حصلناها داخل الكبك، لا أوراق، باب سابع نومة. سارة قومي يا سارة، قمي يجي جدو يخبطك بالعصا. سارة قومي. أو إيش في؟ أو إيش في براني؟ سلمتي، كنا نلعبهم مع بعض وانت قمتي تخبيتي داخل الكبك ورقدتي يا مجنونة، ولا خلينا مكان لو دورنا لك فيبه. أوه صح، كنا نلعبهم مع بعض، مدريش كيف رقدتو. يلا يلا هربي يا سارة قبل ما يجي جدو.